السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معانا باراجراف عن ماي سكول مدرستي. ده آه مناسب للصف السادس الابتدائي، آه المطلوب مني إن أنا أكون سبع جمل مرتبين وبوصات، آه ببدأ بسيب مسافة كلمة في البداية، وببدأ بحرف كابيتال، وما بين كل جملة وجملة بحط فول بنقطة، والحرف اللي بعد النقطة بيبقى حرف كابيتال. My name is علي، اسمي علي، I am in grade 6، أنا في الصف السادس الابتدائي. I like my school very much. بحب مدرستي جدا. I go to school every day. بروح المدرسه كل يوم. I go to school on foot. بذهب للمدرسه سيرا على الاقدام. My school is near my house. مدرستي بالقرب من منزلي. My school is big and clean. مدرستي كبيره ونظيفه. I love my teachers. بحب مدرسيني because they are very kind. عشان هم طيبين جدا. شكرا لحضرتك.